من الولايات المتحدة الأمريكية، ودي لازم تكون واضحة. حزب الأمة ما يرى أن حل الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن يتم في إطار المبادرة العربية بحل الدولتين، والقدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل. فيما يخص العلاقة اللي اتبنت أخيرا اللي هي المشاركة في الحكومة، المشاركة في الحكومة بالنسبة لحزب الأمة فرض الدوافع لها دوافع وطنية. حزب الأمة مهتم جدا بالحفاظ على الفترة الانتقالية، حزب الأمة مهتم جدا بأن لا يدخل مشروع الثورة. هناك ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يدعو إلى إسقاط الحكومة حتى من داخل الحرية والتغيير. السيناريو الثاني يدعو إلى تمديد الوضع الحالي في الحرية والتغيير وآليات الحكم. والسيناريو الثالث اللي هو باهتمام حزب الأمة الحفاظ على الفترة الانتقالية، لأنها هي المقدمة عشان نصل إلى ديمقراطية مستدامة أو الديمقراطية الرابعة. عندنا إشكالية، هذه الإشكالية أي وزراء بيدخل حكومة بيلتزموا ببرنامج الحكومة الانتقالية. نحن عندنا برنامج حزب الأمة، وعندنا مشروع فيما يخص العلاقة بين الدين والدولة. يمكن الحزب الوحيد أو الكيان الوحيد اللي عنده رؤية واضحة جدا، وهذه الرؤية هي وسطية الإسلام. والإمام الصادق عطل الله سراه عنده مجهود كبير جدا بأنه أدى إلى حد الحد من حركة التطرف، يعني أنه حتى في داخل الإسلام في من يدعو إلى القتل والسحر، وفي آخرين يدعو إلى طرد الإسلام من الحياة العامة. وسطية الإسلام واهتمام الإمام الصادق وقدرته استطاع أن يخلق تيار وسطي، وهو التيار اللي بتعبر عنه الوسطية. في السودان في تيارين بيسعوا إلى أنهم يستفيدوا من وضع حزب الأمة. نحن في الوضع الحالي ما بيمثل ما حاكمين، لأنك إذا كان أنت عندك مشروع ما ممكن تنفذه إلا إذا كان كنت حاكم. نحن كنا شاركنا لأسباب وطنية، وشاركنا بأننا ننفذ برنامج الفترة الانتقالية، لكن مشروعنا ده بننفذه لما نحكم ولما نجي بإرادة شعبية. في اتجاه بيسعى على أساس أنه تقبيش رؤية حزب الأمة بأنه يربط بالتطبيق، وده ما وارد، لأن حزب الأمة ثابت على مبدأه زي ما ذكرت. وفي تيار آخر يريد الاستفادة من قدرة حزب الأمة على التأثير في الأحداث في الداخل وعلى المستوى الإقليمي. لذلك نحن كلامنا واضح جدا، نحن كحزب موقفنا من التطبيع واضح، نحن كحزب موقفنا من الفترة الانتقالية بيتطلب مننا أن نتكيف بالصورة اللي نقدر فيها نجتاز هذه المرحلة دون أن نكون طرف في أي عملية تطبيع في المرحلة الحالية. فيما يخص الحبيب عماد عبد الرحيم تلفزيون السودان توحيد أحزاب الأمة المنشقة، ولو سمحتوا لي أحباب، حزب الأمة أعلن في عدد من المرات فتح أبوابه إلى الأحباب كان عندهم خيارات أخرى في الفترة الماضية، وفتح أيضا أبوابه المشرعة للقادمين الجدد على أن يلتزموا باتباع بعض الإجراءات. فهنالك لجنة مكونة لها الآن أكثر من 3 سنوات، لجنة ضم الشمس برئاسة سعادة اللواء فضل الله برمى والدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي، هي تنظر في هذه الأمور. عليهم أن يشدوا أحزابهم وأن يتصلوا باللجنة، والحزب معلن فتح أبوابه لهذا الإجراء في لم الشمس في هذه الفترة الحرجة والفترة المفصلية من أمر البطن. في نقطة ثانية حقيقة مهمة جدا فيما يخص تكوين
المفوضيات لما يجري الان في تكوين المفوضيات اي نحن في حزب الامه مقدرين الجهد اللي تبذل المنظمات الدوليه والامميه في هذا المنحى الا اننا نقول يجب اشراك القوى السياسيه في كيفيه تكوين هذه المفوضيات لاهميتها لمستقبلنا ولرؤيه استصحاب رؤيه القوى السياسيه بالاهميه بما كان لاستقرار الوطن في الفتره القادمه. فرصه للاستاذه حليمه البشير نائبه الامين العام في ردة الرياض. السودان دائما سند لاثيوبيا وسند لمصر سند لاثيوبيا زي ما ذكرت في كل المجالات وحتى في حاله الاعتداء على اثيوبيا اثيوبيا طبعا ما استعمرت الا لمده 5 سنوات من ايطاليا الجيش السوداني نسعد تلجيو ذيل الفتح وكلم بينين هم دافعوا عن التراب الاثيوبي والسودان استقبل هيلاسلاسي كان كلاجئ هنا في بري
في العمارة في السرايا الشريف يوسف الهندي. وفيما يخص النهضة السدود الإثيوبية، موقف السودان مختلف عن موقف مصر، لأن موقف السودان يتحدث السودان بعد الثورة مختلف عن السودان قبل الثورة. السودان بعد الثورة بيتحدث عن مصالح السودان بشرط أن لا تسبب ضرر إلى الدول الأخرى، يعني عبارة عن تحكمنا معادلة متوازنة جدا، لدرجة أن السودان ساهم مساهمة كبيرة جدا. في الوقت أخواننا في مصر رافضين سد النهضة كمبدأ، وبيعتبروا أن قيام هذا السد معناه هي تهديد مباشر للأمن القومي المصري. نحن كنا بنسعى للتكيف بين قيام السد، ولأنه أي مشروع في الدنيا عنده إيجابيات وسلبيات، على أساس أنه كيف نوظف إيجابيات السد لمصلحة السودان ولمصلحة مصر ولمصلحة إثيوبيا. وبالمناسبة حاجة حق الناس يحتزوا بها، من أميز الناس اللي عندهم خبرة كبيرة جدا في مجال السدود، رغم أنه سدودنا صغيرة وقديمة بسيطة، هم السودان. والدليل أنه رغم أنه السد قامت به أعظم شركة للإنشاءات في العالم، اللي هي شركة سادينا اللي هي الإيطالية، رغم ده أنه حصل يعني نقص في المواصفات التصميم. عشان كده لما تكونت اللجنة اللي من 10 أشخاص، 2 من كل دولة وأربعة بيمثلوا خبراء من العالم، وتحدثت عن أنه في خلل في التنظيم، المهندسين السودانيين هم اللي لعبوا دور كبير جدا في إعادة تقييم الخرط ووضع خرط جديدة، زادت تكلفة السد بـ1,100,000,000 دولار، وده كان في خدمة الإثيوبيا. إثيوبيا أول طعنة لنا نحن اللي هي كانت في الملأ الأول للسد. الملأ الأول للسد أنه في كلام واضح جدا أنه لا يمكن السودان يقبل أن يتم ملء للسد ما لم أنه يكون في اتفاق. أنت كان دار تأجر لك بيت وتعمل لك عقد، ناهيك من أنك تتكلم لك عن قضية مصيرية. وفي نفس الوقت لأنه السد بتاعنا نحن سد الأوسيرس يبعد مسافة 100 كيلومتر، وأنه هو سد صغير بالنسبة لسد النهضة، قلنا لازم يكون في معلومات، هذه المعلومات أو تبادل المعلومات يتم في 24 ساعة عشان ما نفاجأ بكمية كبيرة من المياه، خاصة الأمطار مرات بتكون عالية جدا ومرات بتكون واطية جدا، فما يحصل لنا تأثير سلبي على السودان. النقطة الثالثة على أساس أنه لازم يكون في آلية لفض النزاع. الإثيوبيين للأسف الشديد خدعونا فيه، والإثيوبيين دلوقتي بيتكلموا عن الفشكة. أنا أعتقد أنه نحن ما بنربط بين قضية الفشكة وقضية صد النهضة. قضية الفشكة هي عبارة عن اعتداء من الإثيوبيين على أراضي سودانية، ولو رجعتوا للتاريخ كلكم والاتفاقيات اللي تمت كانت واضحة جدا. عشان كده نحن دخول موقف الجيش السوداني بأنه هو يحمي التراب السوداني في داخل الحدود السودانية ويعيد انتشاره، ده واجب كل سوداني، ونحن بنقيف الموقف الواضح بالنسبة لدي. لكن في نفس الوقت لأنه السودان متسامح والسودان بيسعى إلى أنه يعني الدول الجوار تتفادى مشاكلها. السودان بيتكلم عن وحدة إثيوبيا، في أطراف تانية بيتكلموا عن تفكيك إثيوبيا لأنها عندها مشاكل داخلية. والموقف الإثيوبي بالمناسبة الدافع له مش لأسباب علمية لها علاقة بالسد، المشاكل الداخلية الموجودة داخل إثيوبيا. يعني لما تدخلوا الأمريكان كان واضح جدا أنهم هم كانوا وافقوا على المبادرة الأمريكية، لكن كانت الانتخابات جاية، وعشان يتفادوا دي قاموا طوالي هم رفضوا أن يمشوا ووقعوا في الوقت اللي وقعت مصر، والسودان موافق لكن ما وقع على أساس أنه تكتمل الثلاثة عشان يكون اتفاق شامل. موقف السودان في دي واضح جدا، الموقف الإثيوبي متعمد، والموقف الإثيوبي اللي هي ده اللي اخدعنا للمرة الثانية
لانه يعمل الملء الثاني، واذا ما عمل الملء الثاني في الظروف اللي احنا بنعيشها قطعا حترتب عليها مصاعب ومعاناه للشعب السوداني. عنده موقف واضح جدا اننا نحن بنرفض ان يتم الملء الثاني الا بالاتفاقيات المطلوبه، ونحن يعني بنسعى لايجاد حلول تفاوضيه، ايجاد حلول انها تخدم مصالح كل الاطراف. عشان كده اللجوء الى الرباعيه معناها اللجوء الى الاطراف اللي عندها الوزن العالمي واللي ممكن تاثر. الامريكان طبعا يعني واحده من مشاكل اثيوبيا انها المبادره الامريكيه كانت مبادره برعايه ترامب شخصيا، ويعني الدرجه الأزمة هو اختار حتى الاشخاص اللي كانوا حق يعني وصلوا الى الاتفاقيه او مشروع الاتفاقيه، يعني بدل من وزير الخارجيه، لانه وزير الخارجيه متهم بانه علاقته قويه باثيوبيا، وفي صراع داخل الاداره الامريكيه بين وزير الخارجيه ووزير الخزانه، خلى وزير الخزانه هو اللي تولى الامر ده والبنك الدولي، لكن الاثيوبيين خذلوا ترامب شخصيا. عشان كده الكلام بتاعه عن تفجير السد وعن دور المصريين كان عباره عن رد فعل بيتناسب مع طبيعه الرئيس الامريكي السابق. نحن الان موقفنا على اساس انه زي ما ذكرت اللجوء الى العمليه دي. هناك خيارات اخرى، هذه الخيارات اننا نحن فيما يخص اعلان مبادئ، اعلان المبادئ انه تم بالنسبه لنا نحن ما كان فيه جديد، لكن بالنسبه للمصريين يعني لانهم اعترفوا بالسد كواقع فاصبح يعني ما عندنا مشكله في دي، لكن عندنا نحن بنعتمد على اللي تم في اعلان المبادئ، ونعتمد على الاتفاقيات السابقه، ونعتمد على الاسره الدوليه باللجنه الرباعيه، ونعتمد الى التحكيم، لانه التحكيم لما نجي عليه الكلام بتاع اخواننا المسلمين دي السد سدنا والمياه غير هذا، لانه نحن نتكلم عن نهر دولي، والنهر الدولي ده في مرحله كان في نظريه بيسموها نظريه السياده المطلقه، كان انك انت ممكن تبني اي حاجه، الوقت دي بقت غير موجوده لانك لازم يكون في تشاور وتوافق مع الدول في المجرى، وان لا تتسبب لاي ضرر لاطراف الاطراف المتشابهه للنهر. موقفنا موقف واضح جدا، ونحن ان شاء الله في النهايه حنكسب الموقف، لانه اخواننا الاثيوبيين دلوقتي بدا يعني صحيح انهم الاعلام، لانهم هم اعلامهم ده هم زي بقى يعني مشروع شعبوي، انهم هم يعني عبوا الاثيوبيين للدرجه انه السد يعتبر مقدس، عشان كده ما بيقدروا يتنازلوا زي ما حصل في الفشقه، لانهم في الفشقه هم يا احمد كل القوميات الاثيوبيه عندها موقف منه بما فيها الارومو اللي هو بينتمي لها او على غير جزئيه، لانه هو ارومو وامه من الامهره، لكن من الى التجري اللوغدين العفر كل القبائل القوميات هي ضد موقفه ده ما عدا الامهره، والامهره هم المستغلين اراضي في السودانيه، وعشان كده هو ما بيقدر يفقد الامهره، فالاسباب الداخليه هي اللي معقد الموقف الاثيوبي، لكن طالما نحن موقفنا موقف واضح جدا، موقف بيستند للقانون الدولي، موقف بيستند للاتفاقيات، موقف بيستند لانه السودانيين الان فيما يخص موضوع التفاوض، ونحن بنقول لهم لانه الوقت حس في لجنه، هذه اللجنه بتتحدث عن الحفاظ على مصالح السودان، وهي بتتحدث عن الامن المائي الوطني. ده التفاوض ضد وزير البيت، التفاوض الان في الشارع، اي مواطن سوداني متابع فنحن ما بنتخلى عن حقوقنا، والسودان بعد الثوره بيحافظ على سيادته، بيحافظ على ارضه، بيحافظ على حقوقه، وان شاء الله يعني الناس تصل لحلول تفاوضيه تحفظ مصالح الدول الثلاثة، بل تمشي لأنه عندنا مشروع تكاملي لدول حوض النيل الشرقي ويمتد لبقية دول حوض النيل بالأخص يعني جنوب السودان. نقطة ثانية مهمة جدا، الموقف في ما يخص القرن الإفريقي والبحر الأحمر أصبح أكثر منطق حساس
حساسة وفيها صراح دولي وإقليمي. يعني مهتمين جدا عشان كده كل الدول دي عندها قواعد، يا في جيبوتي يا في أرض الصومال يا في الصومال يا في أريتريا، وأنه حتى السودان ذاته بيسعوا أنه يكون عندهم قواعد في البحر الأحمر، وأنهم يخشوا من تفجر الأوضاع في القرن الأفريقي، أن إذا تفجرت معناها أنه حيكون في نزوح، هذا النزوح حيتحول إلى الهجرة غير الشرعية. يبقى لمصلحة المنطقة ومصلحة العالم أننا نحن نصل إلى حلول، ومن مصلحة الدول الثلاثة دي وشعوبها أننا يكون عندنا مشروع نهضوي عشان يعني يسعى إلى تنمية وتطوير الحياة في الدول الثلاثة. طيب الشكر الجزيل للاحباب والاخوة في الاعلام صحات العمل الاعلامي الصحفي والمرئي، شاكرين ومقدرين دوما استجابتكم السريعه لحضوركم وقراراتنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.